الأحيان تكون ضيقة جداً والإحساس لا يسع أن نقول ما نحس به. فكل تكريم والتبشير في الحقيقة للذين كرمونا في الحقيقة هو جلس بقربي وحس بشيء لنا في النسب فقال لي بشير قلت له أنا أخشى يوم أي تسر أنا صحراوية من قبيلة خشاع وهو صحراوي من قبيلة جاوري أتيوسا هذا ما في الغريب ما في الأمر إنسانة وجلعوية ومهنية لأن الرحالة كل تؤدي واحد كل يلزمنا أكثر من لحظة لعبور مسار حياتها المتجددة باستمرار لأن الرحلة تقبل الفراغ الركوب التكرار في كل شيء أقول هذا يعني أستعير هذا التشبيه كطائر الفينق تنبعث أو تنبعثين برمادك دوما من جديد لأنني لا تكذين حسب معرفتي بك وقربي منك أنك لا تكذين تخرجين من تجربتي حتى تقترعين أبواب تجربتي اكتب اسمي لن أستعير ما غناه أسلافي وأقول اكتب اسمك يا بلادي عالشمس المغطري فالشموس والأقمار على هواها تميل ما بين شرق وغرب سأكتب اسمك على نوى التمر حتى إذا ما تفتحت واحات نخيل هنا وهناك دندنت جذور الشام منبتنا هزوا جذع النخل يساقط رطبا يغني الشام أبل عن المحبة لن تسيبني والله يا ريحانتي في المحبة تداول الإنساني لو تسعفني الكلمات بذرتها أشجار حناء تضلل وفروعها تعبرني حين الكلام عن طريق الخطو يداول الإنساني والصداقة والمد العرفاني حتى يتوج ضوء الشعر جبينها محمد البكري رئيس جمعية المنصور للإبداع والتميز نظمنا هذه الأمسية الشعرية تكريما لشخصيتين فاعلتين في مجال الشعر والعمل الجمعوي ويتعلق الأمر بالشاعرة ريحانة بشير والفاعل الجمعوي بشير بكري يأتي في الحقيقة تنظيم هذا التكريم من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف أولا تسجيل ثقافة الاعتراف والامتنان بالمجهودات التي يبذلها كل من الشاعر والفاعل الجمعوي خدمة للمعرفة والإبداع وإسهاما في إغناء الساحة الثقافية بالمغرب ثانيا الاستمتاع بفقرات شعرية الكلمة الصادقة التي تعبر عن وجدان الإنسان الشاعرة ريحانة بشير من مواليد الرباط الإصدارات حين يتكلم الماء 2011 قبل الإبحار 2002 لا يعنيني هذا العالم 2012 وهناك قصائد مترجمة فاعلة جمعوية رئيسة بيت المبدع الدولي احتفاء اليوم عندما يقول لك الشخص أريد أن أحتفي بك فهو يقول أريد أن أميزك على أشياء كثيرة أريد أن أميزك على ذاتك أريد أن أميزك على الآخرين ولكن هذا التميز فيه من الروحانيات والعرفانية أكثر ما فيه من الذات الإنسانية التي قد يشملها الغرور وقد يشملها أشياء أخرى لكن هذا الاحتفاء أخوضه بكل بساطة وعفوية وتلقائية أنه تميز الأصدقاء وأنه احتفاء الصديق بالصديق لن أوفي لكم جميل اعترافكم فالكلمات قاصرة بالنسبة لي عن التعبير لكم إنه لمن دواعي سروري وامتناني أن أقدم لكم جزيل الشكر
والتقدير على تشريفكم وحضوركم البهيم، والشكر موصول أيضا لكل الشعراء والفنانين الذين أتقفوا مسامعنا بقصائد شعرية مبدعة. أقدم الشكر والعرفان لجمعية المنصور للإبداع والتميز على هذا التكريم وعلى انخراطهم الفعال في تنشيط الحياة الثقافية بحي يعقوب المنصور. حسن مازين صديق المحتفى به في هذا اليوم، من السنن الحميدة التي تسير عليها بعض جمعيات المجتمع المدني وتكريم رجالاتها المخلصين، ومن هذه الرجال الرجل المحتفى به اليوم السيد الحاج فكري بشير، فهو صديق الطفولة وصديق الدراسة وصديق العمر كله. ما فيما يتعلق بعمله فهو كان نشيطا مجيدا في عمله، كان يتصف بالروح والإخلاص للوطن حتى اكتسب سمعة طيبة بين رفاقه وبين رؤسائه، فصار يتبوأ الصدارة حتى في الإدارة التي كان يشرف عليها. أما فيما يتعلق في حياته العملية فهو صديق العمر كذلك حتى في حياته الاجتماعية، فله يرجع الفضل في تأسيس جمعية أيتوسا للإشعاع والتواصل، ويرجع له الفضل في إخراجها إلى الوجود، وما كان هذا يتحقق إلا من رجل اتسم بالصدق والإخلاص والعمل المتواصل، فاستحق أن ينال بذلك الرجل الجمعوي النهضة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.